وبشأن الاشتباكات التي وقعت مع دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغة إلى طرابلس، ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ. أستاذ محمد مرحبا بكم. سيناريو عاشته ليبيا اليوم وهو حقيقة ما يخيف الليبيين، لكن هل مثل هذا السيناريوهات ستجعل الليبيين يسحبون ثقتهم بالعملية السياسية برمتها أستاذ محفوظ؟ مساء الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن الحديث عن ضمانات لعدم اهتزاز العملية السياسية أصبح من الماضي، فالليبيون تماما لا يثقون بمن يدير المشهد السياسي في ليبيا. نحن في ليبيا الآن نعاني من أزمة شرعية حقيقية، الأجسام جميعها دون استثناء، نتحدث عن مجلس النواب، نتحدث عن شريكه في العملية السياسية مجلس الدولة، وأيضا الحكومة والمجلس الرئاسي، جميعهم فاقدي الشرعية. وبالتالي الحديث عن من يدير المشهد السياسي بأنهم ربما يكونوا ضامنين لإجراء الانتخابات أصبح أعتقد مثير للسخرية بعض الشيء. لكن الأمر الحقيقي الآن أو القراءة الكبيرة التي يمكن أن نقرأها مما حصل فجر اليوم في طرابلس، نعتقد أنه السيد فتحي باشاغة بعد أن قدم نفسه كحليف قوي للمعسكر السياسي في شرق ليبيا والمعسكر الأمني على رأس خليفة حفتر، قدم نفسه على أنه شريك وحليف قوي يمثل الغرب الليبي. أعتقد أنه هذا الرهان قد فشل بشكل واضح اليوم، وعدم قدرته للدخول إلى طرابلس، وهي تأتي عموما هي المحاولة الثالثة، كان هناك محاولة قبل شهر رمضان ومحاولة في منتصف رمضان، والآن هي تعتبر محاولة الأبرز باعتبار أنه باشاغة قد وصل فعليا إلى طرابلس ولكن قد فشل في الاستمرار والبقاء فيها. ولكن يعني أستاذ محمد، رسائل واضحة، آسف للمقاطعة، ولكن أستاذ محمد هناك من يقول أن ما حدث هو مدفوع بمخاوف عودة حفتر إلى العاصمة طرابلس، ما دقة هذا الطرح؟ ليس بشكل تام، ولكن هذه المخاوف هي مخاوف موجودة ومخاوف مشروعة للطرف الذي يرفض السيد باشاغة، ولكن بشكل عام هي الخلاف مع السيد باشاغة ليس في هذه النقطة تحديدا بقدر ما هو خلاف على مشروع السيد باشاغة. حتى نكمل الفكرة بشكل أوضح، بدأ واضحا أن المجتمع الدولي اليوم على لسان السفارة الأمريكية وأيضا السفارة البريطانية وأيضا بعض السفراء الآخرين، أعتقد أنه رسائل واضحة أنه لا يمكن الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وأن الخيار الوحيد للذهاب إلى السلطة في ليبيا يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع. رسالة واضحة للطرفين عن كل حال، ليس لباشاغة فقط، لأنه كانت واضحة رسالة أنه لا يمكن الاستيلاء على السلطة ولا الاحتفاظ بها، يشمل احتفاظ دبيبة وأيضا الاستيلاء يشمل باشاغة. هذا الأمر الآن نعتقد أنه يجب الاستفادة منه كفرصة للانطلاق نحو التوافق. الآن كما تعلم سيدي هناك توافق، هناك مشاورات واجتماعات تجري في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية وقوانين لإجراء الانتخابات. هذه الفرصة اليوم يجب أن تستثمر بشكل آخر، أنها رسالة واضحة، لا يجب الاستمرار بقوة السلاح، لا يجب الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وهذا الأمر بدأ واضحا التأكيد عليه من المجتمع الدولي. ونحن كليبيون نعتقد أن المسار الحقيقي للذهاب إلى السلطة يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع. المشكلة مع السيد باشاغة ليست في مشكلة أنه شريك لحفتر فقط، المشكلة مع السيد باشاغة ليست في مشكلة أنه ربما يكون هناك مشروع استمرار، المشكلة الفكرة الحقيقية أنه لا يمتلك مشروع لشخصه. السيد باشاغة جاء بناء على منح ثقة من مجلس النواب، مجلس النواب جسم فاقد الشرعية، جسم فاقد الأهلية، لم يمنحها الثقة بالطريقة الصحيحة وبالطريقة القانونية. مجلس النواب يريد من خلال تسمية السيد باشاغة عبر خارطة سياسية الاستمرار والتمديد وعدم إجراء الانتخابات. هذه المشكلة الحقيقية مع السيد باشاغة، ولطالما استمر مجلس النواب لوحده في قضية أو في إدارة المشهد السياسي فستستمر المشكلة الحاصلة سواء كانت بوجود باشاغة أو بغيره. أستاذ محمد، ما تفضلت به يعني منطقي جدا، لكن هناك من يتابع الشأن الليبي يقول الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي لفتح باشاغة والمعارضين له يعني أن طرابلس ليست كلها مع الدبيبة، ألا يؤشر ذلك ربما في قادم الأيام باندلاع مواجهات جديدة أو عمليات ثأرية انتقامية؟
بكل تأكيد هذا الأمر ليس حديث الساعة فقط، يعني الأمر هذا معلوم لدى الجميع أن هناك بعض الأطراف العسكرية، ولو كانت بكل تأكيد أؤكد لك أنها ليست الغالبية، الأطراف العسكرية القوية في غرب ليبيا كلها ليس في طرابلس تحديدا، هي تقف ضد مشروع السيد بشاغة، ولكن الأمر الواضح والأمر الذي يعلمه الجميع أن هناك بعض التشكيلات والمجموعات المسلحة التي تقف مع السيد بشاغة، وهو الذي دخلته اليوم إلى طرابلس، ولكن بدأ واضحا أن القوة الكبرى التي موجودة في طرابلس هي ترفض بشاغة، ولذلك استمر وجود بشاغة لساعات محدودة. عملية وجود انتقامات أو وجود صراعات ناتجة عن هذا الدخول أمر لا أستطيع أن يعني أنفيه، هذا أمر وارد جدا، وهو لا سمح الله إن جرى سيكون مشهد سياسي جدا مؤلم، ولكن أعتقد في تقديري أن هناك بعض الأطراف العسكرية قد تدخلت لوضع حد لهذا الخلاف اليوم، هناك قوة عسكرية ولواء عسكري هو الذي اليوم كان الحد الفاصل في إنهاء الاشتباكات، وهو الذي كان أو وفر ممرا آمنا للسيد بشاغة ومعه لمغادرة طرابلس. أعتقد أن هناك بعض الأطراف الاجتماعية والعسكرية هي التي حالت أو ربما حتى تحول في فكرة أو مدى إمكانية حدوث صراعات أو انتقامات مسلحة ناتجة عن ما حصل فجر. أستاذ محمد، هل محاولة دخول بشاغة للعاصمة طرابلس وفشله هل ستقتل الانتخابات المنتظرة التي يعول عليها لخروج ليبيا من أزماته، تعتقد ذلك؟ لا أبدا أبدا، بالعكس كما أردفت قبل قليل هي فرصة ممتازة للذهاب للانتخابات، لأنه حقيقة الأمر لا يتعلق بمن يحكم أو يترأس الحكومة، الانتخابات هي مسؤولية تكافلية للجميع، الحكومة لا تستطيع أن تجري الانتخابات، سيدي الحكومة سلطة تنفيذية، التوافق حول التشريعات التي تنظم الانتخابات هي الخطوة التي تذهب بنا الانتخابات، ليس من يترأس حكومة دبيبة أو بشاغة أو غيرهما، لذلك بالعكس تماما هي اليوم لو كتب لسيد بشاغة الدخول وممارسة مهامه في طرابلس فهو بكل تأكيد في تقديري الشخصي هو وداع رسمي لإجراء الانتخابات في سنتين أو ثلاثة على أقل تقدير، بين ظفرين على أقل تقدير، وأركز على هذه الكلمة لأن أعتقد أن السيد بشاغة ليس لوحده، هناك أجسام وراءه على رأسها مجلس النواب ليس في نيتها تماما مغادرة السلطة. شكرا من طرابلس المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، شكرا جزيلا لكم.